بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده هناخد المحاضره الرابعه في تسجيلات الفيديو في ماده المحاسبه في شركات الاموال. طبعا دي المحاضره الرابعه في تسجيلات الفيديو، بس ما ننساش اللي احنا خدنا محاضرات مع بعض في المدرج بتضاف للمحاضرات دي، يعني ده تكملة للي احنا خدناه قبل كده. يعني مش المنهج الاربع محاضرات ده وحد ينسى، لا، الاربع محاضرات دول بالفترة اللي قبل كده. تمام، احنا بدأنا بأن محاضرتين بعد ما خلصنا السندات، بدأنا ندخل في المعالجة المحاسبية للسندات. يعني بعد ما خلصنا الاسهم بدأنا في السندات. قلنا المعالجة المحاسبية للسندات هنتكلم عن إصدار السندات بثلاث حالات. أول حاجة إصدار السندات بقيمتها الإسمية، وده إحنا خدناه المحاضرة الأولانية، والمشاكل المتعلقة بالفايدة المتعلقة بإصدار السندات بقيمة إسمية، وده إحنا خدناها برضو المحاضرة اللي فاتت. والموضوع بتاع محاضرتنا النهاردة اللي هو إصدار السندات بعلاوة إصدار، ويبقى فضلنا إصدار السندات بخصم اصدار. امتى الشركة تصدر سندات بعلاوة اصدار؟ الوقت اسألك سؤال، سيبك الوقت من المحاسبة وسيبك من السندات، هسألك سؤال. لو انا قلت لك انا هاخد منك فلوس وهدي لك فايدة 20%، هدي لك فايدة كام؟ 20%، اهو هدي لك فايدة 20%. طيب حضرتك تسألني سؤال، تقول لي طب هي الفايدة في البنك كام؟ اقول لك الفايدة في البنك مثلا 15%. تقول لي انت هتديني اكبر من فايدة البنك فهتجيلي بسرعة ليه؟ انا هديك كام؟ 20، والبنك هيديك كام؟ 15. انا عندي هنا ميزة، عندي ميزة مقدارها كام؟ 5%. طيب الخمسة في المية اللي انا هديها لك دي، مقابل ما هديها لك انا هصدر لك السندات بايه؟ بعلاوة اصدار. طب يعني ايه علاوة اصدار؟ احنا اتفقنا ان السند بيبقى مكتوب المستند كده، وبنقعد نقول السند، معلش اهو، بنقول مثلا سند اذني 5% مثلا او 20% زي ما انا قلت اهو، قيمة اسمية 100 جنيه. تمام، يبقى انا اتفقت معاك ان هو الفايدة 20% والقيمة الاسمية للسند كام؟ 100 جنيه. اجي اقول لك لا، انا مش هديهولك بمية، ده انا هديهولك ب120. تقول لي طب اشمعنى ال20؟ اقول لك ما ال20 دي بالنسبه لي انا بسميها علاوه اصدار، عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا، تقول لي انا موافق. ليه؟ لان عندي ميزه. الميزه اللي عندي ايه؟ ان انا بديك فايده اعلى من الفايده بتاعت مين؟ البنك، او الفايده السائد. تمام كده، يبقى احنا نبقى عارفين ان اختلاف سعر الفايده بتاعت السند عن الفايده السوقيه اللي هي موجوده في السوق ده بتبقى معانا الفيصل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. لو انا عندي سعر الفايدة مثلا الاسمية اللي هي بتاعت السنة 18% كام؟ 18. والفايدة السايدة في السوق 18، كده انا عندي ميزة؟ لا، مش عندي اي ميزة. الفايدة اللي في السوق هي الفايدة اللي عندي، الاتنين كام؟ 18. اقدر هنا اصدر السند ب علاوة اصدار؟ محدش هيجيلي. ايه الميزة اللي عندك عشان تاخد مني علاوة؟ تمام، يبقى لازم مفيش عندي ميزة عشان هتاخد مني علاوة. فعشان كده بيبقى سعر الاصدار بيساوي القيمة الاسمية لمين؟ اللي هي القيمة اللي مكتوبة على مين؟ على السند. طيب دي الحالة الاولانية. طب الحالة التانية؟ لا، ده الحالة التانية الفايدة عندي 18 والفايدة في السوق كام؟ 15.
اما يبقى هنا الفايده الاسميه بتاعت السند بتاعي 18 والفايده في السوق 15، يعني عندي هنا ميزه، عندي هنا حاجه بتميزني عن السوق، فهنا بخلي سعر الاصدار بتاعي اكبر من القيمه الاسميه للسند. يعني انا هدي لك سند قيمته 100 جنيه بس هدفعك في 110، هدفعك في 120. طيب الفرق ما بين الاتنين بقى، الفرق بين 100 اللي هي القيمه اللي مكتوبه على السند والمبلغ اللي انت دفعته، بسميها ايه؟ بسميها علاوه اصدار. امتى يبقى في علاوه اصدار؟ عندما يكون سعر الفايده الاسميه اكبر من الفائده السائده فين؟ في السوق. في الحاله دي يبقى انا عندي علاوه ايه؟ اصدار. طب الحاله الثالثه بقى، الحاله الثالثه لو انا سعر الفايده عندي 18 وسعر الفايده اللي في السوق 20، بالعقل كده هو انا عندي هنا ميزه؟ لا، ده السوق احسن مني. هنا بضطر اعمل ايه بقى؟ بضطر عشان اخلي عندي ها حاجه صغيره تعمل لي ميزه، بيبقى عندي حاجه اسمها خصم اصدار. يعني ايه؟ يعني السند يبقى مكتوب عليه 100 جنيه هبيعه ب 90، ده قيمته 100، ما انا هبيعه ب 90 لان مفيش عندي ميزه اصلا، ده انا عندي مشكله، الفايده عندي اقل من سعر السوق. فبينتج هنا عن حاجه هنا اسمها ايه؟ خصم اصدار. يبقى نقول تاني، عندما يتساوى سعر الفائدة الإسمية مع سعر الفائدة في السوق، يبقى سعر الإصدار بيساوي القيمة الإسمية لإيه؟ للسند. وعندما تكون سعر الفائدة الإسمية أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق، يبقى سعر الإصدار أكبر من القيمة الإسمية لمين؟ والسند، وينتج عن ذلك ظهور علاوة إيه؟ إصدار. طيب أما يبقى سعر الفائدة الإسمية اقل من الفايده السائده في السوق، يبقى سعر الاصدار اقل من القيمه الاسميه لمين؟ للسند، وينتج عن ذلك ظهور خصم ايه؟ اصدار. طب لو انا نسيت الكلام ده اعمل ايه؟ احط تحت كلمه سعر الفايده سعر الاصدار، وتحت كلمه الفايده السائده القيمه الاسميه. هنا يساوي هحط يساوي، هنا اكبر هحط اكبر، هنا اقل هحط اقل. نركز بقى مع بعض، الكلام اللي بقوله ده هام جدا جدا عشان الاسئله الصح والغلط والاختيار متعدد، ممكن ثلاث نقط دول اجيبهم لك في شكل ثلاث ايه؟ اسئله. اقول لك يكون سعر الاصدار مساوي للقيمه الاسميه للسند عندما، تقوم قايل لي عندما يتساوى سعر الفائده الاسميه مع سعر الفائده السائد فين؟ في السوق. اجي اقول لك يكون سعر الاصدار اكبر من القيمه الاسميه للسند عندما، هتقوم قايل لي عندما تكون سعر الفائده الاسميه اكبر من الفائده السائده في السوق. هنا اقول لك عندما يكون سعر الفائده الاسميه اقل من الفائده السائقه في السوق، ايه اللي هيحصل؟ تقوم قايل لي سعر الاصدار هيكون اقل من القيمه الاسميه الايه؟ للسند، او تقول لي يتم اصدار السند بخصم ايه؟ اصدار. طب لو انا سالتك متى يتم اصدار السند بعلاوه اصدار؟ تقول لي عندما تكون سعر الفائده الاسميه اكبر من الفائده السائده فين؟ في السوق. تمام كده؟ يبقى دول تلات اسئله مهمين جدا نعرفهم كويس قوي. طيب تعالوا بقى ناخد حاله عمليه نشوف هنعمل ايه. هناخد دلوقتي لكيفيه اصدار السندات بعلاوه اصدار، هناخدها في حاله اصدار، هنربط حاجتين مع بعض، ركزوا معايا بقى هنا. هنربط، هناخد اصدار سندات بعلاوه اصدار بالإضافة إلى تحصيل قيمة السندات على أقساط، بالإضافة إلى الاكتتاب في عدد أكبر من عدد الأسهم المصدرة. يعني إيه؟ فاكرين الأسهم لما كنا بنكتتف في عدد أكبر؟ نفس الكلام إحنا هنقول الكلام هنا. وكان فاكرين عندنا، كان عندنا احتمالين، حد فاكرهم؟ أيوة صح، كان الاحتمال الأول إن أنا أرجع الفلوس لأصحابها، والاحتمال الثاني ان انا احتفظ بالفلوس دي لسداد باقي الاقساط. تعالوا نشوف كده المساله معانا فيها ايه. بقول لك اصدرت شركه مساهمه 1500 سند بسعر 5% وطرحتها الاكتتاب العام في 1/7، وذلك بسعر اسمي 10 جنيه وعلاوه اصدار 2 جنيه. ها؟ لحد النقطه دي، اما اجي اقول لك سعر الاصدار كام؟ تقول لي كام؟ 12 جنيه. 10 اسمي زائد 2 جنيه علاوه اصدار تدفع مع قسط الاكتتاب. يبقى ال 2 جنيه هيتسدد مع قسط الاكتتاب اللي هو مقداره كام؟ 5 جنيه في ميعاد اقصاه 10/7،
وقد اكتتب الجمهور في 2500 سند. نركز بقى، المفروض انا عندي هنا كام سند؟ 1500، بس هم هنا اكتتبوا في كام؟ في 2500، يبقى في عندي 1000 سند تم الاكتتاب فيهم زيادة. طب 1000 يبقى في كام؟ 1000 في 5 ولا في 7؟ 1000 في 7 بكام؟ ب 7000 جنيه، تمام كده؟ في معاد اقصاه 10، اكتتب الجمهور في 2500 سند، وعند التخصيص في 18/7 قرر مجلس الإدارة توزيع السندات على المغتربين توزيعا نسبيا وحجز الأموال الزائدة لسداد قسط التخصيص، وقد سدد باقي قسط التخصيص في 30/7 وقدره 5 جنيه. نركز بقى، هنا بقول إيه؟ بقول سيتم سداد السندات على قسطين، كم قسط؟ 2، قسط اكتتاب ب 5 جنيه وقسط تخصيص بكام؟ ب 5 جنيه، بس في 2 جنيه علاوة إصدار هيتم الاكتتاب، هيتم تحصيلهم مع قسط الاكتتاب. تعالوا بقى نشوف كده القيود اليومية بتاعتنا هيبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجة، اما حصل الفلوس هقول من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب كام. هو انا هحصل 2500 سند في القسط 5 جنيه زائد علاوة إصدار 2 جنيه، يعني 2500 في 7 أهو، هنقوم قايلين 2500 في 7 ب 17500. 17000 وكام؟ و500. يبقى أنا حصلت 17500، دول مقابل إيه؟ أنا اكتتبت في 2500 قيمة القسط 5 جنيه وقيمة العلاوة كام؟ 2 جنيه. بقول من حساب البنك، الفلوس دخلت البنك 17500 إلى حساب قسط الاكتتاب. فاكرين كنا بنقفل قسط الاكتتاب في القرض؟ طب تعالوا بقى نشوف كده. من حساب قسط الاكتتاب الى مذكورين، نركز بقى الاول ببساطة، الوقت لما اجي هقفل على 2500 ولا ال 1500 المسموح بيهم بس؟ لا، هقفل على كام؟ 1500 اللي هم مصرح لي بيهم، اللي هم ال 1500 في 7 بتساوي اهو الحاسبة بتاعتنا 1500 في 7 بتساوي 10500. 10500 ناقص 17500 بقى باقي عندي كام؟ 7000 جنيه. تعالوا نطلع كده نشوف هما ده المبلغ اللي هيتبقى اهو. مش احنا قلنا هيتبقى عندي، انا كتبت في 1000 بقى 7 ب 7000 اهو، ماشي تمام كده. يبقى 10500 من قسط الاكتتاب. ايوه قسط الاكتتاب، انا قلت 15000، 1500 في 7، القرض واخد منهم كام؟ 5. طيب وعلاوة الاصدار 2 اهي، يبقى قرض السندات يبقى هنقول 1500 في 5 ب 7500، و1500 في 2 ب 3000 اهو. يبقى من حساب قسط الاكتتاب الى مذكورين، حساب قرض السندات 7500 وحساب علاوة الإصدار بكام؟ ب 3000، تمام كده؟ كده احنا خلصنا قسط الاكتتاب، بس ما ننساش لسه عندنا كام؟ 7000 جنيه موجودين في حساب قسط الاكتتاب، هنعمل بهم ايه؟ هنحطهم معانا لما يجي قسط التخصيص يستخدموا في سداد قسط التخصيص. تعالوا بقى نشوف كده، من قسط حساب قسط التخصيص إلى حساب قرض السندات بكام؟ 1500 سند في كام؟ في 5 جنيه اهو. 1500 في 5 في كام؟ 7500 جنيه. طيب ده انا اثبتت ان انا المفروض احصل المبلغ ده، طب انا عاوز احصله بقى، اقوم جاي من مذكورين، انا معايا من قسط الاكتتاب كام؟ 7، وانا عاوز كام؟ 7500، يبقى البنك هيدفع فيه كام بس؟ 500. يبقى قايل من مذكورين حساب قسط الاكتتاب ب 7000، حساب البنك ب 500، واقول لحساب قسط التخصيص بكام؟ ب 7500 جنيه. كده احنا خلصنا اصدار السندات بعلاوة اصدار بالاضافة الى تحصيلها على اقساط بالاضافة الى اصدار الكتاب بالزيادة. طيب نيجي بقى للمشاكل بتاعتها،
هي ايه ببساطة زي ما احنا اتفقنا المحاضرة اللي فاتت؟ الفوائد، سداد الفوائد، وانا عندي علاوة اصدار. تمام كده؟ طيب اي جزئية من دي ما انتش فاهمها ممكن ترجع الفيديو تاني وتستمعها مع بعض. تمام؟ طيب كيفية التصرف في علاوة الاصدار للسندات. نفتكر كده مع بعض المشرع وهو بيحدد علاوة الاسهم لما كنا بنتكلم فيها، قال لك لا يجوز توزيع علاوة السندات، علاوة اصدار السندات على المساهمين. امال نعمل بها ايه؟ قال لك احتفظ بيها في الاحتياط القانوني. سابها لنا مفتوحة، قال لك لا، بس الاحتياط القانوني لا يتعدى رأس المال. طيب وإذا تعداه يبقى نقوم من حق الجمعية العمومية إنها تعمل احتياطيات أخرى. طب ده كان في الأسهم. السندات لم يحدد المشرع أي تصرف ملزم للشركة بخصوص علاوة إصدار السندات، سابها مفتوحة، سابها حرية كده للشركات تعمل اللي هي عايزاه. تمام؟ ظهر ثلاث آراء. أول رأي قال لك نعملها بالظبط نفس معاملة علاوة إصدار الأسهم. يعني إيه؟ يعني نعليها على الاحتياط القانوني بس كده؟ لا، قال لك وكمان نستخدمها في تغطية نفقات أو مصروفات الإصدار. يعني أنا هعمل بقى حاجتين، هغطيها مصاريف الإصدار والمبلغ اللي هيتبقى هعليه على الاحتياط القانوني. ده كان رأي. طيب الرأي التاني، الرأي التاني قال لك إحنا نحملها على حساب الأرباح والخسائر. نحملها على حساب الأرباح وإيه؟ والخسائر. وهي هتبقى بالنسبة للشركة إيه؟ تبقى أرباح. يعني معنى كده إن هي يتم توزيعها على مين؟ على المساهمين. تمام كده؟ طيب الرأي الثالث قال لك لا، طب ما أنا أعتبرها أرباح رأس مالية واستخدمها في استهلاك مصاريف إصدار السندات واستهلاك أي خسائر غير تجارية. يعني أعتبرها مصروف إيه؟ رأس مالي. يبقى عندنا ثلاث آراء. الرأي الأول قال لك أعتبرها زي الأسهم، الرأي الثاني قال لك أحطها في حساب الأرباح والخسائر، الرأي الثالث قال لك أعتبرها مصروفات رأس مالية. أنا وأنتوا إن شاء الله هنمشي مع الرأي الأول، هنمشي مع الرأي الإيه؟ الأول. تمام؟ هنعتبرها ربح رأس مالي لا يوزع مساهمين بل يستخدم في استهلاك مصاريف الإصدار ثم يحول إلى رصيد لحساب الاحتياط القانوني. يعني إيه؟ هنوحد المعالجة سواء علاوة إصدار أسهم أو علاوة إصدار سندات. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد مثال مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. في 1/7/2018 اصدرت احدى الشركات الصناعية 4000 سند 4% قيمة اسمية 10 جنيه بعلاوة اصدار 2 جنيه تدفع مع قسط الاكتتاب، وكانت شروط الاكتتاب كالتالي: قسط الاكتتاب 4، قسط التخصيص 4، قسط الاخر كام؟ 4. منساش الاربعة ده تنقسم لكام حاجة؟ 2. 2 جنيه قسط اكتتاب و2 جنيه علاوة اصدار. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. وقد اكتتب الجمهور في كام؟ في 7000. وايه الحكاية؟ ده انا هنا ساب 4، لا ده هو اكتتب في كام؟ بالزيادة في 7. خصصت بالتناسب واحتجزت الاموال الزائدة من قسط الاكتتاب لمقابلة الاقساط التالية. ايوه، يعني قال لك الفلوس الزيادة اللي عندك هنستخدمها في سداد باقي الأقساط. وقد صرفت الشركة على إصدار السندات مبلغ كام؟ 1600 جنيه. يلا بقى مع بعض كده نشوف هنعمل إيه. أول حاجة في القيد عندنا هنقول من حساب البنك إلى حساب قسط الاكتتاب كام؟ 7000 اللي هو تم الاكتتاب فيهم في 4 جنيه اللي هو 2 و2 7 في 4 بكام؟ 7 في 4 ب 16000، ب 28000. معلش 28000. يبقى هنقول من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب كام؟ 28000.
اهي عشان نكتبها لكم صح، 28,000. نيجي بقى نقفل قسط الاكتتاب. وقسط الاكتتاب كام؟ 4 في 4 ب 16. ليه 4,000 اللي هم مسموح بيهم بس في 4 جنيه، الى مذكورين. قرض السندات بكام؟ ب2، اللي هو 4,000 في 2 بكام؟ ب8. و4,000 في العلاوة اللي هي كانت كام؟ 2 بكام؟ ب8. تمام كده؟ يبقى من حساب قسط الاكتتاب 16، قرض السندات 8، علاوة الإصدار كام؟ 8. نركز بقى، في فرق عندي هنا مقداره كام؟ 12,000 جنيه. عندي لسه 12,000 جنيه فرق موجودين في قسط الاكتتاب، هحتجزهم لسداد باقي الاقساط اهو. اما اجي اقول بقى من حساب قسط التخصيص الى حساب قرض السندات من غير ما افكر، 4,000 المسموح بيهم في 4 ب 16,000. طيب جم منين بقى التحصيل؟ اقول من مذكورين. حساب قسط الاكتتاب كان فيه كام فوق؟ كان فيه 12، وانا عاوز قسط تخصيص كام؟ 16. يبقى البنك هيجي لي فيه كام بس؟ 4. بقول من مذكورين حساب البنك وحساب قسط الاكتتاب الى حساب قسط ايه؟ التخصيص. كده انا خلصت قسط الاكتتاب وخلصت قسط التخصيص، لسه عندي القسط الاخير اللي هو مقداره 4 جنيه اهو. من حساب القسط الاخير الى حساب قرض السندات 4,000 في 4 بكام؟ ب 16. طيب احصله من حساب البنك الى حساب القسط الاخير. تمام كده لحد دلوقتي زي الفل. جه قال لي تم او تبلغ مصاريف الاصدار 1,600 جنيه اهو. من حساب مصاريف الاصدار الى حساب البنك انا دفعتهم من البنك بكام؟ ب 1,600 جنيه. احنا اتفقنا هنستخدم علاوه الاصدار في حاجتين، هنغطي بيهم مصاريف الاصدار والباقي هنعليه على الاحتياطي القانوني. اجي اقوم قايل بقى من حساب علاوه الاصدار الى مصاريف الاصدار بكام؟ ب 1,600 اللي هي معانا اهي. اتبقى كام بقى منها؟ هي كانت 8,000. 8,000 ناقص 1,600 اتبقى معانا 6,400 من حساب علاوه الاصدار، هنقول الى حساب الاحتياطي الايه؟ القانوني. تمام كده؟ طيب المطلوب تصوير الحسابات المختص. حساب قرض السندات اهو، حصلت 8 قسط اكتتاب، 16 16 اصبح عندي رصيد كام؟ 40. يبقى القرض مقداره كام؟ 40. قسط الاكتتاب انا حصلت 28، 16 راح الى مذكورين اللي هم قسمتهم 8 علاوه و8 قسط، و12 هيستنوا لسداد قسط التخصيص. اذا القيود بتاعتنا ترحيل القيود بسهوله. حساب قسط التخصيص نفس الكلام، هرحل القيود بتاعته. حساب القسط الاخير وهقفل الحساب. حساب علاوه الاصدار بتحصلها، والجزء بتاع مصاريف الاصدار والجزء بتاع الاحتياط القانوني. حساب مصاريف الاصدار عند الدفع اهو، ولما قفلتها وغطيتها من علاوه الاصدار، الاحتياط القانوني انا رحلت له 6,400 بقى رصيد مرحل 6,400. حساب البنك ده التعاملات اللي تمت في البنك، حصلت 28,000 قسط اكتتاب، 4,000 قسط تخصيص، 16,000 قسط اخير. بقى هنا دفعت 6,600 مصاريف اصدار، اتبقى عندي 42,000 وكام؟ و400. كده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا ان شاء الله مع بعض. وان شاء الله المحاضره القادمه هناخد اصدار السندات بخصم اصدار، وبرضه المعالجه المحاسبيه لخصم بالاصدار. طلب ورجاء لو سمحتم ركزوا على الأسئلة اللي موجودة في آخر كل فصل في الكتاب. احنا واحنا بنشتغل هنا وبتحضروا معايا المحاضرة، يا ريت ورقة وقلم في ايد حضرتك وبتكتب اللي انا بقوله وبتحاول تحل معايا. انت الميزة في الفيديو ان هنا تقدر تعيد المحاضرة مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد ما تستوعب. تمام، واقول لكم مع ألف سلامة وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.